كاين جوج نقط. النقطة الأولى هي قراءة القانون الأساسي وتعديل بعض بنوده، والنقطة الثانية انتخاب أعضاء اللجنة. إذن فليتفضل أعضاء اللجنة لتلاوة القانون الأساسي بغية اقتراح بعض التعديلات على السادة الحضور. يمكن للجمعية أن تنسق مع جمعيات أو اتحادات أخرى وطنية ودولية مماثلة لها من حيث الهدف، كما أن الجمعية مستقلة استقلالا تاما في نشاطاتها وتوجهاتها عن جميع الجمعيات والهيئات السياسية والنقابية، ولا يمكن لها أن تنخرط في أي نشاط أو تظاهر ذات طابع سياسي أو ديني. الباب الثالث تكوين الجمعية. الفصل السادس: تتكون الجمعية من عدة نوادي رياضية، ويتم إشعار الجامعات في حالة تكوين ناد آخر، كما تقوم النوادي بوضع القوانين المسيرة لعملها الإداري والرياضي والمالي، كما لكل عضو الحق في مراقبة نشاط الفريق، ويتمتع كل ناد بجميع الحقوق في تكوين مكتب خاص به. الاعتذار والاعتراف والتنازل سيتم تضمينهم في محضر الجمع العام الموقر هذا. مقترح تعديل يخص اختصاصات رئيس المنتدى، إذن حتى بالنسبة للمالية لا يجوز أن يوقع الرئيس والرئيس المنتدى بجانب أمين المال، هذا تخربيط. إذن أنا كنقترح أن الرئيس وأمين المال أو من ينوب عنهما. نقطة الاعتذار عما وقع من مناوشات واختلافات بين الطرفين، والاعتراف اللي كان هضر عليه السيد الباشا، والتنازل اللي تم ذكره من طرف السيد الباشا سيتضمنان في محضر الجمع العام.